مستفز وقتها بسمع فنان عم بيقول انه ما بقى في ثقه ومش عم بيوثق بحدا، او مثلا مايا دياب قد ايه مايا هي بتعطي هابينس للعالم، بتقول لك انا اليوم تعيسه، انا ماني مبسوطه، انا ماني الايمج اللي بعطيها لل هذا شيء بيزعلني كثير لو وصلت عليه. وصلت انت عليه، ايه. انت منك سعيده؟ انت تعيسه؟ لا لا مش بهيدا الكوتي، بس بالثقه انا كنت مقرره لاخر تكه ضل انه انا اللي بدي اوثق، انا اللي رح اوثق، انا بدي اكسرها لهالقاعده، انا من وراي بخلي الثقه تبقى او تفل، عرفتي؟ لا 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 امي بيي اختي نقطه بس قد ايه بحبك بس بتوثقي بكل هالدنيا ايه بحسك بتحبيني ما بتوثقي فيني ما بوثق كسرت خاف بكل صراحه هلا نحن اصحاب وبنعرف بعض وبتعرفي قصص عني وبعرف قصص عنك بس امك وبيك واختك بكل الدنيا بتوثقي فيهم ايه بس ما كنت هيك ما كنت هيك يعني كنت انا استفز او ازعل مثلا مش من زمان سمعت مقابله لمايا دياب عم بتقول شيء زعلني كثير يعني شو اذا مايا دياب اللي هي بتمنح السعاده والحياه يعني اي شيء ميت تجي مايا دياب بتعيشه هي عم بتقول كانت انه هي تعيسه منا مبسوطه هون انا زعلت بيني وبين حالي انه كنت رافضه توصلت لها انت هلا تعيسه منك مبسوطه بسبب الناس مش تعيسه ليك اليوم حتى صرنا بنقول انه انت مبسوطه هي بس مبسوطه از ا بيج وورد هيدي كلمه كبيره صارت مبسوطه كله صار شيء كبير ما بقى في شيء هيك هين بيمرق الاحاسيس تبعيتنا صايره كبيره اكبر منا ما بتعرفي بس ماما لما عم توثقي يعني بحسك يعني حتى اصحابك حتى نحن حتى مش انت قد ايه انا بحبك وبحترمك ما بقى عندي ما بقى اقدر اني افتح يعني قد ايه كنت عايشه بهيدي اللالا لاند كلهم يقولوا لي بقى ما فيك والسلام والمحبه والعطاء وبعدهم بس اختصرتهم كثير يعني شو انت بتتخيلي مثلا او بتتوقعي انه انا باي لحظه ممكن اقلب اذي ليكي انا ضحيه او اي انسان صحافة اللبنانيه يعني انا اصلا لاني كان عندي كثير قصص مش هيك صرت خاف مثلا مقابله انا اليوم بيقولوا لي مقابله شو بصير فيك؟ أول شيء بقول إيه لأني بحب لأنه الشيء اللي فيي أنا بحب بدك تطلع الحكي فورورد نعمل هيدا الشيء اللي نحن خلقنا لنعمله بعد يومين دق له مثلا المواد بقول له ليك أدفع عمري ما أجي على هذا الانترفيو اللي لا ليه شو بتفكري؟ أنا حدا كأنه خلص صار عندك أزمة ثقة صارت في أزمة ثقة وقتها كنت غنية لنصيف زيتون ما كنت أعنيها هلا صرت أعنيها صرت اعنيها للاسف انا زعلانه من هالشيء بس قايله لحالي وبعدي حالي انه هيدا اخر المخاض هيدي اخر اخر التجربه اللي انت صبرك هون عم بيو شو واتس ذا وورد عرفتي عم بيتجر عم هون عم بيشف لك لانه في شيء صاير هلا كونيا علينا كلنا غيمه سوداء هيك بتروحي على الشمس تنزل عليك مطر على الكل طب ازمه ثقه بس بمثلا مع الصحافة أو مع الناس مع الأصحاب العلاقات بالشغل بالإنتاج هلا من ميلتي أنا شخصيا لوحدي مش هالحايك قالكن أنا عندي أسرار العالم أنا لأني بعدني مصدقتها وبعدي هيدا الطفل اللي فيي أنا عم بكبرها عم بنميها ما عم بخليها تكبر يعني ما بنسى اكبر بس ما بنسى اني كنت صغيره انت مصدقه ميشيل حايك اللي قال لك هيك انا صابك. انا صرت صدق ميشيل حايك اصلا صرت صدقه اكثر واكثر يعني بعد ما حكى عني انا ما كنت اصلا اتبع هول القصص اوكي سالت ناس مقربين علي هيك عملت ريشيرش صغيره هيدا الزلمه نحن ما بنعرفه منيح صابك صح؟ ايه لما حكى ميشيل حايك دقيتي له قلتي له صبتني خبريني ما معقول قلت لانه من بعد ما اصلا ميشيل حكى عني عمل لي ضجه اصلا يعني صار مين ما كان زياده يحكي انا دقوا لي اصحابي لانه اسمعي شو عم بيقول عن باميلا ميشيل دقوا له كثير بيقولوا انه على باميلا الكيك كان عندي كم سؤال له بعد ما شفته بس سالت لك لاني سالت عنه انا مرتاحه لهالزلمه قبل ما اعرفه فيه شيء بيور وفيه شيء انا بدي افهمه يعني حامل السر بيفهم الشخص اللي بوجهه ميشيل حامل سر حامل اسرار وعم بيصير حامل سر بخوف هالشيء ما بخوف؟ لا ليك المؤمن كيف بده يخاف؟ من شو بده يخاف؟ من شو؟ شو يعني كلمة خوف؟ اليوم أول جملة face your fears
انت ما بتخافي من شيء؟ لا ولا شيء بخوفك؟ ناس شوي كنت عم تقولي لي ازمه ثقه خاف من الناس شو بدهم يعملوا لي؟ انا ما انا دائما في عندي جمل هيك مثل اللي ما بقولهم بس انه اللي عندي شيء يجي ياخذه ماني عامله شيء ضميري مرتاح انا شخص من شو بدي خاف؟ ما في حدا ما بخاف ما بتخافي من الموت ما بتخافي من انا بمقابلتي قبل اللي معك ما بتخافي من المرض قلت لك انه انا شخص ناطره لقاء ربه يعني معقول كون خايفه من الموت؟ انا اذا ما كان عندي اهل هيدا شيء ما كثير بحب امي وبي يسمعوا بحس اني ما بحبوا يسمعوا بس انا لو ما كان عندي ما بروح على الميل بس بعشق اني في هالارض بمجدة يعني لقاء ربنا عبر الموت كيف بدك لا عبر الموت يعني الحياه اه الموت بالنسبه أكيد لك اكيد انا رايحه روحي رح تحاسب بمطرح هيدا المطرح شو هو هيدا المطرح اللي هي الحياة الأبدية ملكوت رب اللي أنا عم بختاره عم ترجعي دايما للإيمان الإيمان الإيمان وأنا بعرف أنك أنت حدا مؤمن حدا هالقد عنده هيك التزام وتعمق بالدين وبتقري ورحتي كمان مش بس من الديانة المسيحية رحتي على الديانة الإسلامية عم تقري قرآن عم تقري توراة بدك تدرسي قريبا تلمود هلا كتاب العقل كتاب الحكمة عند شيخة العقل ما عندك خوف تقري التلمود؟ لا ليه بدي يكون عندي خوف؟ عندي إذا بدك حتى الشك الشك الصحي والسليم لأنه من بعد الشك اليقين اليقينية المعرفة فحتى إذا أنا بدي أقول يمكن هيدا الشيء ما صدقه أو مثلا بلشت أنا كنت طب ليه رحتي على قراءة القرآن؟ وليه بدك تروحي على قراءة التلمود؟ طالما أنت مسيحية مؤمنة عندك كتاب لأني فاهمة مسيحيتي وفاهمة إيه دين الحب والمحبة والمعرفة عشو عم بتفتشي بغير ديانات؟ بغير كتب عم سماوية؟ عم فتش أنه أعرف الجملة ما في غيرها أنه اللي بيجمعنا أقوى من اللي بيفرقنا هيدي واحد اثنين أنه برجع بقلي كمان قلت لك إياها قبل شمس واحدة وميت شباك أنت سميهم شو ما بدك الله واحد بعدين المجتمعات وشو نعمل وانا يعني هيدي الفلسفه اللي بعدين انا رح احكي عنها لوحده بي بدها تكون مخصصه يعني هلا عم فكر اقول لك اياها بجمله مش هيك بتصير متشتت الصوره ثقيله كبيره عميقة. بس طمل الايمان بشكل عام بده تسليم يشلح حالنا شواف يشلح اعملي اللي بدك اياه واذا بدك تشربي مياتك كمان اشربي انا حتى فملا الإيمان بده تسليم يعني أنت حدا كتير بيسأل وعندك كتير أسئلة يعني بيسأل كتير بشك صح. والشك بوصلنا لمطرح مش الحال زبطت بفتكر مهندس الصوت هلا عم بيقول حاجة تحر البنت بس إنه بفتكر زبطت مش تمام تمام يعني الشك ممكن يوصلنا لمطارح ما كتير حلوة ايه حسب انت يعني حسب انت كيف كيف عم بتفوتي على الريشيرش تبعيتك يعني انا اخذتني كل شيء بعمله سنين ما في شيء بيجي بلحظه ايزي كم ايزي جو كل شيء بيجي هين بيروح اهين بس وقتها لاحظت اني انا وعم بكبر كنت اكتب كثير انا وصغيره كنت كثير يعني كاتبه كتاب انا وصغيره اسمه جيترو بارلي كثير حكيت سالتيني اول شيء حكينا عن العمر قلت لك يا رابعه انا حاسه حالي عمري شيء 2000 سنه ما في عمر محدد يعني السنه بقد رح يصيروا بقول لهم 36 بس رح اجيب الكيك رح احط عليه 63 اي 63 انه اوكي او 360 بالنسبه لك العمر العمر منه غير عن جد نمره وغير انت عن جد شو عم تتذكري من هالهيومن اكسبيرينس اللي عم تقطعي انت فيها فحشريتي كانت لنسخ الانجيل لنسخ القران الكريم لنسخ يعني عم بعمل شيء منه اصلا لعمري منه اصلا لوقتي عند ناس كثير بتفهم بهول القصص الدينيه عم نحكي وعم نفوت بقصص طب شو اللي جاوبك عليه القرآن الكريم ما أخذت جوابه بالإنجيل؟ لا هيك ما بقى في ما في يقول بعد لأني ما عملت الرشاش تبعيتي على الاثنين يعني هلأ مبلش بالإنجيل لأرجع يعني القرآن أنا عندي آيات كريمة ما بحب أقولها أوقات على الهواء لأ بتعرفي في بدك تقولي دتار معين بسم الله الرحمن يعني. الرحيم بس في شي آية هيك تلفتي كان في آية كتير كنت أحكي فيها قبل وقول إنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهيدي محتومة هذا بيأكد ما في شيء بالصدفة عم بيصير معك بحس إنه مش بحس وبعرف وعلى يقين إنه أنت تقرر أي متى رح تخلقي أي متى رح تموتي أي متى كيف أرزائك توزعت عليك يعني أنت عليك الجهد والسعي وكل هول بس أنت مقرر من قبل شو رح يصيبك في آية كتير بحبها
شو هي؟ وهلا يعني انا اصلا ما اي دونت كومبلين، بس حدا قال لي شيء مش من زمان كثير، قال لي الشكوى لغير الله مذله. مذله، بس هيدي منقولها بعد ما ناكل دروبه دروبه دروبه. ايه انا صرت هون ونشكي ونلاقي ما بيمشي، نقول شكوى، ان الشكوى لغير الله مذله. ايه انا اكيد مرقت فيهم لو عمري صغير رابعه، بس انا ما ببين بعد شو مرقت، لانه ما علينا النق، انت عليك تجيك تجربتك، تجربه ما حدا بينقيها، ما حدا، ما فينا. طب باميلا، يعني هيدي رحلة البحث، رحلة بعدك ماشي فيها وعم بتفتشي وعم تقرا، شو اللي اكتشفتيه عن الكون، عن الانسان؟ وين رايحين؟ وين رايحين بعد الموت؟ لا في اقول لك، ما رايحين بهالسنتين. لوين رايحين بهالسنتين؟ لشي بخوف كثير، ما بدنا نخوف الناس. في 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 كوارث بدها تصيب من ايدنا، من ايد مين بيصير؟ شو يعني امراض، كوارث طبيعيه؟ شو احساس؟ كثير قصص، كثير. ما بدي هلا، مش عم بعمل توقعات. زلازل، براكين. انا اصلا من كثير زمان، بفتكر من 2015 كنت احكي قد ايه انا اذا كنت خاف، كنت خاف من شغلتين بالخوف اللي مش عم نحكي كنا فيه باول حلقه. عن الطبيعه؟ كنت قلت لك عن الطبيعه والناس. اي بلد عم بتروح علي، حتى بلبنان، ليه بدي اروح على برا انا؟ بلبنان انت صيفك صيف وشتويتك شتوي، تغير بكل العالم يعني. فاليوم الطبيعه رح تزق، وقتها صارت عندنا هزات الحراري بلبنان. بس قلتي لي سنتين، في كوارث بهالسنتين. ايه انا هولي بنمري انا كيف بقعد. بده يصير شيء على مستوى الكون او على مستوى العالم العربي او على مستوى لبنان؟ بس قولي لي. فيها حكمه هالحياه أكيد. يعني الله ما بيعمل شيء، مثلا في ناس بيقولوا لي الله عملت لك، او لي الله ما بيضرب، الله ما بيجازي، الله تقول شيء بس هلا غيرته، يعني سليم كل شيء جمعه تغير براسه. تخبريني، مع انك مخبرتيني اياه بس هلا ارجعي قولي ثاني مره. بدي موت، كان كنت بفضل اني انا موت سنه اللي خلقت، سنه 88. اوكي هلا غيرته. وين باي سنه صرت؟ خلص مثل ما انا، لأني شو أنا أرحم من ربي، أعرف ليش هو حطني بهالبقعة، بهالقضية، بهالتوقيت بالذات. مين أنا؟ شو جاي تعملي على الأرض أنت؟ عم بعمل شو؟ أكيد أعطيني هيك عنوان باميلا الكيت، بكتير جيت هالحياة. ما في إيجو يعني، مش عم بعمل وإنه عظم. طيب أعطيني هيك باميلا الكيت، أنا جيت هالحياة لأعمل شو؟ أول شيء لعيشة ببساطتها، لكون عم بعيش أنا شو مطلوب مني. قال لي بدي رح أبعتك ملاك على الأرض، بس عليك ترجعي لي ملاك، عليك تتذكري. أنت ملاك ما لوتتك الحياة؟ لا مش ملاك يعني هيك وأوريال فوق راسي، لا لا، من جوا أنت ما لوتتك الحياة، الشهرة، هيدا العالم، هيدا العالم عالم الفن، في أذى، في مكائد كتير كتير. إيه قولي لي شيء تغير فيي بالمش منيح. اكيد تغيرت، تجددت وبتقدم وبشتغل على حالي. لا صرتي بعدك كثير منيحه، بس صرتي ما توثقي بالناس، وهذا شيء احيانا ممكن ياذيكي مع ناس بحبوكي، لانه انت بتكوني هن ما عندهم نوايا سيئه تجاهك، بس انت حاطه انه ممكن هذا الانسان ياذيني. كلهم ممكن ياذوني، صار مش اصحابي بس، اذا عم بحكي بالشغله، المنتجين، زملائي اللي اوقات من حبهم لإلي بصير انه بدهم يشيلوا ناس من حياتهم. هلا من حبهم عم بتبرري، من حبهم عم بتبرري. لا ما في حدا بحب بيأذي. بلا، اللي بحب ما بيأذي، صدقيني بلا، لانه عم بقعد مع الكل، مش معقوله هالقد بيمثلوا احسن ما بيمثلوا بادوارهم. طب انت قلت لك من شوي انت ملاك، انت نحن عنا خير وشر اكيد، ومنغلط نحن، ومنغار ومنكره ومنبكي ومنزعل ومنحب ننتقم احيانا، مع انه يعني انه منفضل. لا انت كيف تحمي حالك من كل هدول الاشياء؟ في عنا جملة من الشر اللي فيك. انا ما بستعمل غيره، وانا مني عامله ولا تاتو بجسمي على جسمي. اذا رح يصير عمري 60 سنه ورح اعمل تاتو مره بحياتي، لتكن مشيئتك. تسليم. بس انت تسلمي انك مسلمه امرك، وخلص صار في عندك تصميم روحي، تصميم داخلي على انه انت رح ابعت لك كثير تجارب وكثير ذبذبات وكثير باراسايتس، رح تضلك معندي على طريقك. هيدي اللي قال لك اياها. طب معقوله باميلا من قراءاتك، يعني مثلا الانجيل، بعدين القران الكريم، بعدين التوراة او التلمود، معقوله تغيري ديانتك؟
ما انا كل التيانات، انا مين بيحددني؟ انت اذا بتطلعي فيي، انت اذا بتطلعي فيي انت انسانية بتقولي لي مبلا، انت اسمك باميلا، مسيحية لبنانية، انا بقول لك انا سعودية عراقية قطرية، كل الاديان، كل، انا انسان، انا انت، انا شقفة من الكيك، منشيل الكيك رابعة، منشيل شقفة تانية باميلا، انا مني بس باي ذا بوك، يعني انا مني بس شغلة واحدة، انا فهمت اني كل شيء لو وصلت لفكرة اني ولا شيء. بدي اقول لك شيء تسمحي لي اقوله؟ اكيد. انت مخبرتيني اياه بس هلا بدي احكي، يعني بنحكي هيك قدام الكل. هيك لنشوف. مقرره كيف بده يكون عزاكي؟ ليه رحتي للعزا؟ يعني انا بخاف روح فكر مثلا كيف بده يكون، كيف بدي اتكفن، كيف بده يكون مراسم دفنه. مامو باب انت مفكره، شيلوا غيروا الشانل. مامو باب على انت مفكره بمراسم دفنك؟ اكيد اكيد فكرة الألوان اللي بدي يلبسون العالم، أسود ألوان ألوان، وإذا ممكن كله أبيض، مش لأني شاب يمكن رح موت أنا 88 شو بعرفني يمكن بس أنا ألوان أوكي، يا ألوان يا أبيض. عن جد هيك أخذتيني على مطرح، بس بدي هلأ نرجع ترديني لهون ماضي. نحن شو؟ نحن تجارب، نتيجة تجارب. هيدا الإليفان اللي حدك مش هلا عم بتطلع فيه، بيعمل موسيقى كمان، بعده بيعمل كل شيء. امي مش معقول يا حياتي يا ماما، بتنتبه لكل التفاصيل، يعني ضبطه بطريقه اصلا. قد ايه كان قد ايه كان عمرك؟ هيدا ابنه ثلاثة، بعده عمره ثلاث سنين. هون راحت، كان في وحده كثير كنت حبها تعمل التيك تيك، ايه ايه بتعمل موسيقى، مرقت ما بعمري استعملتها، بتطلع مرايه ابدا اذا لاحظت الرتوب، ما تعملوا الرتوب، اتركوني مثل ما انا. طب هلا بدي لاول مره طلعي بهالمرايه، مرايه اللعبه اللي كان عمرك ثلاث سنين فيها، إيه. شو بتشوفي من باميلا اللي كان عمرها ثلاث سنين؟ بشوف حدا كثير حلو، بشوف حدا بعدها هيدي كانوا يسموني بابو انا وصغيره، بابو 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 طلعي لهنيك حبيبي. بشوف بابو وبقول له ميرسي انه اصريت يضل في شيء جميل فيك بظل الشوك الكثير كبير اللي انت قطعتي فيه. بحبك بام. هالقد بتحبيها لبام؟ ايه. وهالقد في شوك؟ مشكلة إذا ما بحبها ما بقدر أحبك، مشكلة. شو الشوك؟ يعني هيك غصيتي انتو عم تقولي شوك، ما كان ما طلعت منك مرتاحة. شوك عم بيصير معي كثير قصص بهالمهنة اللي صار لي هالسنة، بسكر 18 سنة، بصير عمري 36 18 سنة. بفتكر كل السكتورات بالتعب، بس نحن اللي تحت الضوء والحساسين هالقد وبنشتغل باحساسنا، يعني مش انه قاضي منه حساس ومهندس منه حساس وانا حساسه اكثر، بالعكس. بس انا شو فيي اشتغل غير باحساس؟ بدك تكملي بهالمهنه؟ ايه بس على طريقتي بقى. شو على طريقتي؟ رح فرج الدنيا كلها طريقتي. شو طريقتي؟ طريقتي. يعني بدي اسالك سؤال، قديش شفت مثلت انت بس بهال 15 سنه اللي قطعوا؟ مش كثير اسامي فاتوا؟ بلا كثير اسامي ضلوا؟ ما بيضلوا. ليه ما بيضلوا؟ أكتر ضلوا. ما فيك مثل وقتها. هلا شو بدي انا اليوم ذكرت كل الفنانين، ما بعرف راسي وين. وقتها هيفا وهبه مثلا طلعت، أي. اول ما طلعت وبتعرفي قد ايه حالي ورح تضل حالي ورح تضل حالي بال طلع وراها. انتقدنا المية اللي حدا لهيفا، مين بقي اليوم؟ هيفا بس. شو بدك تقولي؟ اللي بدي اقوله صعب الاستمراريه، الصعب الاستمراريه، وهيدي اللي انا رح كملها. الحمد لله كثير، شكرا يا رب انه انا ما كان بدي اكتب او اخرج، او لو انا دارسه اخراج سينما بالجامعه، بس الشيء اللي رح فوت فيه هلا ما بقى بدي احكي، لانه اليوم مش وقت انتاج. انا اليوم بدي 4 ملايين دولار،
من عبر كثير نمره كبيره لاني انا طامحه لل انت ما بتنجي الا ب 4 ملايين دولار هوليوود العرب لا اللي عملته بده يكلف مليونين مين بده ينتج لك هذا الانتاج رح يجي بس تشوفوا المسلسل للعالم العربي رح يجي يقتنع انه ينتج لك الكون ما بنعرف اوكي يا رب الله يسلمك يا رب بنتمنى لك نحن راجعيني للطفله راجعيني للطفله اللي فرجيني هيدي الصوره هيدي وينها باميلا وين اي وحده ليك كلهم قاعدين بطريقه مرتبه مهذبه صح ايه؟ ديسيبليني ايه؟ انا ورشال سماحه ايه؟ الوحيدين وكثير شخصياتنا بيشبهوا بعض انا ورشال فرجيني هالصوره قاعدين بطريقه كثير ريباليس ليك نظرتك انه خلصونا ايه ما طايقه لا ما كنت تحب هيدا القعده ايه؟ شيء مش حقيقي ما بتحب السيستم، ما بتحب تكوني ضمن اطار لا انا اصلا بس رح جيب اولاد اذا رح جيب اولاد بهالحياه، بعدني عمري 36 يخلق الله ما لا تعلمون. ايه اكيد هوم سكولد رح يكونوا مش بمدرسه. ليه؟ ما فينا نقول ليه هلا لانه بنخرب هالمؤسسات الفاشلات ب المدارس كلها والنظام التعليمي النظام ايه كيف هيدا حديث كثير كبير رابعه كثير عانيتي من النظام التعليمي؟ عانيتي من هيدا السيستم؟ ما كان الي انا كباميلا يعني انا بشخص هالقد كانت روحه ما بعرف كلنا سبيسيال ما في حدا ما بيخلق سبيسيال بس كنت انا من الحدا اللي حس مني سيف يعني ما مش انه مين كسر المنفذه دائما انا ما يكون مش انا ليه مين عمل شيء دائما انا انت تقولي عن حالك ايه اخذ هيك زمام كله شو بده يصير بس ليه تحملي حالك شيء مش انت عملتيه كان في شيء في من انا وصغيره من مين بدك تنتقمي شو بدك تقولي بالعكس كنت انا بس بدي انه مين بدك تشكي ما تشكي حدا اللي عمله مين عمل شيء غلط عن بحمل عن غيرك إيه؟ هون وينك انت هون تحت المسار سير جورجيت لك هالبنت الشقوره بس هون مبسوطه هون عم تضحكي كنت مشاغبه كثير كنت مرقه يعني كنت قد ما خيالي مثلا تخيلي انا عمري 9 سنين خيالي اكبر مني مش سايع فيي راسي افكاري شو كنت تتخيلي؟ لكن وكيف تترجم هيدا الشيء؟ كانوا مثلا اصحاب اهلي مين ما يفوت لعنا هون من عمر الخمس سنين طلوع أوكي. مين ما يقعد انا ما بتطلع هيك I don't observe بهالطريقه انا I observe you بهالطريقه تهربي من الاي كونتاكت؟ لا انا هلا عم شوفك انت، انا هلا عم فوت عليك يعني انا عم بسوق ما بتطلع شمال ويمين ايه اوكي بس انا بتطلع فيكي لانه هيك بحس انه هيك بشوفك احسن ايه لما اطلع فيكي هيك انا بشوفك شايفتك بس مش واضحه كاني عم بهرب من الاي كونتاكت معك لا انا كنت هيك تما فرجي العالم اني عم براقبهم لاني كنت راقبهم يعني انا براقب العالم بدون ما اطلع فيهم بالوجه انا براقبك هيك عامله هيك بفوت اف هلا عم فوت انا على حد امك مثلا اف فكانوا بس يفرقوا ما كان بدي حدا يلاحظ كون ثقيله هيك كنت انه ما بدي حدا يقول عني ليه عم تطلع فيه هيك فانت تطلعي فانا اطلع وبس هيك انه انتبه على كيف بيقعد كيف بيحكي كيف كل شيء اول ما يظهروا يقولوا لماما بابا يلا قعدوا انا هلا مثلا اكس انا هلا ايجريك انا كوكو انا مارسيل بس ليه صعبتي هون من المدرسه ليه صعبتي بوقتها كان انا بشي عمري 13 14 من التروازيام انا كنت بالسانكر اهلي نحن كان عندنا مطعم اسبادو مطعم اسباني فكانوا يضلوا يروحوا نحن اشرفيه قاعدين اني بيجوني فنحن مثلا هيك ما افهم اوقات ليه عم بضل قاعد معنا جده او ليه قاعد معنا كان بدي امي وبي بسنين انا عملت سيناريوهات انا كنت اصلا عم بكتب هون عرفتي؟ فصرت بدي شاغب مين اصحابي؟ من اللي سي بدك تلفتي نظر بدك امك وبيك عندك نقص هون عاطفي كان بدي خلي امي تطلع من بقي انه ليه انت ليه عم تتركيني؟ ليه عم تتركيني؟ بدي تضلني هون انت مع انه مش هالقد كان يعني اذا بتفل ويك اند أو بس انا كبرت اكثر بس كطفله بتكبر الامور وبدها exactly. بدها اهلها يكونوا ومستلمي البيت على راسي يعني انا اصحابي وقت يفوتوا الخيال تبعي قول لهم طلعوا بالتابلو هلا رح تسمع اعمل قصص بتخوف اوقات قد ما كان عندي خيال اكبر مني باميلا بس بدي ارجع هيك لجزئيه انه غياب الاهل رفضتي عبرتي بطريقتك بس اكيد بمحل ما كطفله ترك فيك شيء يترك اثر انا لما كنت صغيره ماما كانت تضطر تسافر لتشتغل
فبعني لليوم هدول التركات اللي كانت تتركني اياهم وانا كثير بحاجه لها كثير تركوا فيي، بعضهم مأثرين مع انه هلا هي راحلت عن هالحياه، انت ما تركوا جرح تعيشي؟ لا لا، لانه كانت سطحيه افكاري تجاه اهلي. اهلي طلعوا عن جد يعني، والله يخلي كل اهل يعني الله يرحمهم والله يخليهم للي بس انا عندي تيجان بالبيت، يعني انا امي وبيي بس جيبوا لي تيجان لحطهم على راسهم، لانه اللي بتذكروا منهم يعني كل واحد بيعمل حاله اكيد، بس هن نص الباميلا من وراهم هن. وقد ايه نحن كنا مرتاحين كثير نحن وصغار، ما بيتخلل الامر انه نحن كمان مرقنا بفترات. انا بتذكر وهيدي اول مره بقوله، شو انا امي اضطرت اوقات بعد عبياتها، بابي كان عنده سنسيل تاع بيوف تا يلبسونا احلى لبس، تا يحطونا باحلى مدارس، تا نحن ما يكونوا بالفعل ما ناقصنا شيء وطلعنا هالقد شبعانين. طب هي باعت الذهبيات غير اللي سرقتي لي اياه؟ والماس على لابسه دايموند اليوم. هل كان عمري؟ هل كان عمرك هون؟ 5 سنين اولد. او ماي جاد، سرقتي خاتم الماس لامك. اه يا سراقه. خاتم بتصدقي اذا بقول لك انا عمري 5 سنين بتذكر الخاتم كيف كان، العيون روبي، كان الماس عن جد. بابي كان جايب له شيء كثير مهم لمامي، رح ضيعته بالمدرسه، كنت حب مدرسه معلمتي كثير. اوكي سرقتيه من امك بلا ما تعرف؟ بتذكر هلا اذا بسكر عيوني رحت مامي خلص، ما صارت انه اوكي يلا رح تنزلوا، كان ناطورنا الشوفير هو يعني يوصلنا على المدرسه، ومامي نامت. انطرت مامي انه نامت، رحت سحلبت لورا ظهره، كان في عندها هيك هيدي اللي تحط قبل بنهار ليلى شو لبست وشلحتهم، عم بنقي لها عم بستحلي لها شيء لمعلمتي اللي انا كثير بحبها، بدي اجيب لها كادو. نقيت لها خاتم هيدا السيربون ورحت على المدرسه. بتخبرني امي اكيد انا بتذكر كثير قصص هيك جلمبسز من القصه بس مش كلها. قالت لي باميلا على الظهر بقوم انه مرق وقت يعني بس ما شفت الخاتم، برمت الدنيا وهي بتعرف انه وين حطته. راحت على المدرسه بام انه انا كانوا يعرفوني كثير عندي قصص يعني انت اخذ الخاتم. انا هون كنت كذب قبل غبين مش انه حدا كسر منفضة مين انا. عطيتيها اياه لمعلمتك؟ ضيعته تاري، لا ما عطيتها اياه، رحت لعبت بيه. بتتذكري هيك في وحده رمل وبتصير انت تنطي فضوها للرملات، بيظهر انا يمكن اكيد حدا اخده يعني للخاتم الماز مع بنت عمرها 5 سنين. اللي بظن انه صار معي رابعة بحياتي وعن جد هلا عم نحكي كثير جديا، كان عندي ايجو انا وصغيره عمر ال 17 وقف، عمر 18 فتت على الدومين. لحظة كيف وقف عمر ال 17 ليه؟ أنا كان عندي الأنا يعني أنا إذا بخبرك بطفولتي. مين وقف لك الإيجو بعمر ال 17؟ أنا يعني في شيء واعي فيي. بس أنت بعمر ال 17 كنت تلبسي شوز غير شوز. إيه. كنت يعني هيك قررت تكوني بلايف ستايل مختلف. مش قررت، مش كنت خالف تعرف، كنت عن جد فكر هيك، يعني كنت شوف إذا حدا لابس كلسين مثل بعض اتضحك عليه إنه كيف اثنين بيض. ليه لازم يكونوا مثلا أبيض أسود؟ إنه كل لازم كل واحد يكون أوثنتيك، ما لازم كله يكونوا بيشبه بعض، إنه وين كل واحد ما عملت أنت ما قدرت تفوت على جرورك وتعمل شيء سيجنتشر لإلك. كنت تلبسي شوز غير شوز. ما بقدر. طب هيدا شيء ما كان اوكي، انت ما بدك تكوني بالسيستم، ما بدك تكوني ضمن المتعارف عليه، بس هيدا شيء بعرضك لتنمر. كثير تعرضت لتنمر بالمدرسه اكيد. قلتي لي تعرضت كثير لتنمر، ولما نتعرض لتنمر اكيد بدنا ننقذ، يعني ما مش معقول ما يكون عندنا يكون عندنا هالحصانه. شو برجك انت؟ ثور. الثور، انا ثور. بتعرفي نحن الثور وقتها كنا من قبل عم بحكيكي غير النضوج اللي بتوصلي له وبتكتسبي. وقتها كنت انا كثير انا كنت فوت ابكي بالحمام واظهر كانه ما في شيء، يفكروا انه يا عمي هالبنت شو قوي، انه ليه ما في شيء عم بيكسرها، وانا بقيت للدومين لاوقات كثيره، يفكروا باميلا بتحمل. هي باميلا بتحمل، هي كلنا بنحمل، بس انا كثير حساسه لدرجه ما بدي اقول لحدا شو نقطه ضعف على يا كرم. باميلا الحب كل هيدا الكون والاسئله الكونيه والريجريشن والتقمص وكل شيء. كثير حابه حب، بس حابه حب ولا حب شو ولا شو؟ حابه حب يجي، حابه حب ما بيجي هيك حب. انت بدك كمان تسعي، ما كثير بدك تفتح. ما عم بيعجبني العجب. ليه شو بدك؟
بدي الشيء الصح والحقيقي. مو شو في بدي الشيء اللي هو قلبي يقول لي روحي، منه قرار الحب، منه من اللي رح يتجوز بس الحب. لا الا اذا انا بدي اعمل خلص بقول لك بدي اجيب اولاد، بدي واحد انسان موقر محترم يصون صورتي والستاتوس سوشيال اند تروا كاتر. هيدا بدك قرار. هالشي او بعد؟ لو كان بدي هالشي كنت من زمان تزوجت. طب باميلا هلا انت بتحبي في حدا بحياتك؟ عم جرب اكون هيك ولا شيء. ولا شيء ما بعرف، يمكن في شيء حلو. حسيت شيء بعيونك يعني ما بعرف انا بعرف عيونك. ليه ليه ما عم تصدقي؟ ليه ما بتتركي؟ ما انا بعرف انه انت هلا في شيء بعيونك بيقول انه انت جاهزه او ببدايه. طب ليه انت انه كل الوقت رفض؟ لانه انا شفت كل العلاقات اللي حوالي، وما بدنا بس نعيد لنقول مؤسسه فاشله او بس، العلاقات عم تعرب او عم توصل لنتيجه عن انه كتير قليل هن اللي لازم. لو فشلت ما انا عشتهم كتير، يعني عيشتهم من قبل، شبعانه منهم. مني غير الشيء اللي عن جد حلو انك تحسيه مني عم يتغزل فيكي، عم بعتلك مسجز، عم تبعتي له. حلوين هيدول. هلا وين يعني قبل غير سؤال قبل ما ننام مثلا بنبعت له قلت تصبح على خير الصبح صباح بس الخير. بس بتعرفي بيقولوا تفرجيه شو لابسه مثلا هلا حلو يعني فرجيته قبل ما اجى شو لابسه وتغزل كثير. شو قال لك؟ لحظه شو قال لك؟ بدي اعرف كيف بيتغزل فيك. ايه في الغزل اللي انا بحبه، لانه ما بحب الغزل الكليشيه ابدا. شو؟ انه شو؟ اتس فيري برايفت، اتس فيري بيرسونال. بس بتحب الغزل؟ اكيد. ما في انت بتتغزلي؟ ما في رجال ما بيحب الغزل. انت بتتغزلي؟ اكيد بس بطريقتي انا، يعني كثير خاصه في، ما بحب هول ما بعرف كيف فسرها، ما بعرف. اتس فيري ريل، اتس فيري ريل. وانا هيك العيون وقتها يحكوا بحبها اول فتره كثير، مشان بخاف تروح اول فتره، مشان هيك ما عم بقدر صدق العلاقات، لانه وقتها شفت احلى اجمل اذكى مين بدك النساء العالم البارتنر كيف خلص انفهم فيزيونوميه الرجل. معقول تتزوجوا؟ انا ما بعرف اذا معقول اتزوج اتزوجوا، ما بعرف. معقول ما تتزوجي؟ كل شيء معقول. بتعرفي عم بتقولي لي انه ما بعرف اذا انا جاهزه للزواج، بس بتعرفي احلى شيء انه عم شوف فيك هيك عيونك عم يلمعوا عم يبرقوا. كثير مبسوطه لك انك عم تحبي. ان شاء الله يكون يعني ما بحب انا لانه جرب، بحب خلص ايام. مش هيك كان صار لي وقت كثير. عبالك تقولي له شيء هلا اذا عم تطلع فيك؟ على طريقتك، على طريقة باميلا الكيكلي، ما بتشبه حدا. قولي له شيء. خليك هيك. اوكي. ان شاء الله تضلكم هيك، ان شاء الله تضلكم هيك. انضم لنا هلا باميلا بطل لبنان والعرب بالام ام اي جواد ضاوي. اهلا وسهلا فيك جواد. اهلا فيك. ليك انتم بمحل ما بتتقاطعوا، يعني كلنا نحن بنشبه بعضنا بطفوله تعرضنا لها. انت جواد تعرضت للتنمر، كنت انا وشوي انا وباميلا من شوي عم نحكي عن التنمر. سمعت انه تاذيت منه، انا تاذيت منه، كلنا بمحل. انا كانوا يتنمروا على اسمي مثلا، كانوا يقولوا لي كاتريام أربعة وابكي ابكي وقلا لماما ليه سميتوني يعني هالاسم. ولك هالاسم شو طلع حلو؟ هلا بحبه لهالاسم، بس كثير اذاني اسمي انا وصغيره وابكي ابكي ابكي. انت لشو تعرضت؟ كل شيء. وزن. كان عندك وزن زايد؟ ايه. لفظ. اجتماعيا كمان. شو تلفظ يعني غلط؟ لفظ سخريه. ناصح مثلا. انتبه تنكسر الكرسي فيك. مثلا بشع. شو حلو انت، شو حلو وشو بطل. كبرنا. فا اجتماعيا كمان كان كثير عالم تتجنبني. ليه؟ كانوا يهربوا منك؟ مش يهربوا مني، بس انه ما كانوا يحبوا يقعدوا معي، كانوا يفضلوا يقعدوا مع حدا ثاني. وشو كنت تحس انت لما يقولوا لك ناصي؟ كنت انكسر. بعدني لهلا اصلا بعاني من هيدا، بعاني من هيدا الشيء من اي طريقه. انا بتذكر بس هذا الشيء بيتفشني. جواد انت بطل اليوم.
بعدك بتعاني؟ ما بتحس انه هدول قووك؟ بالعكس بتشكرهم. لانه اندفشوني، كل ما اتذكر، كل ما اكون بالتمرين، كل ما اكون عم جهز لفايت، بتذكر شو كانوا يعملوا فيي. وهذا الشيء بيدفشني لاكون اقوى، لاكون شخص ناجح اكثر، لاكون الشخص اللي كنت بحلم كونه. لانه سمعت قبل شوي عم تقول انه بتخيل اكبر من عقلي، اكبر من راسي، يعني انا انبسطت بهذا الشيء لانه كان نفس الشيء. كنت تتخيل اكبر؟ كنت تخيل كثير، ما كان حدا يصدقني، حتى وقت بلشت امامي بيتركها وبيفل هلا يعني عادي، يعني مثل عم بيتسلى، ما كان ماخذها كثير جديه. بس لانه انا شخص كثير بحب الشغلات الكومبتيتيف، مثل تحدي 100%، حسيت انه لازم اثبتهم غلط. اكثر مره هيك بكيت من التنمر او هيك جرحك شو كان؟ شو قالوا لك؟ شو الحادثه اللي بتتذكرها؟ صراحه ناس كثير شيء، يعني كثير حوادث صايره معي انه باكي من وراها، بس الحمد لله مرقتهم يعني. انا بحب التنمر بالحياه، بحسه صحي. رح اقول لكم ليه. بس في ولاد عم ينتحروا باميلا. رح اقول لك ليه، رح اقول لك عم ياذوا حالهم. الحياه انت ما نحن مش رح نفوت هلا سيجمنت فرويد 7 14 21، على مدرسه الحياه انه بنسيس 7 وال14 على نحن كيف كنا حساسين انا ذاك عم ناخذ الامور. الحياه هي كنايه عن تنمر غصب عنك، ما رح انت تقدري يعني وقتها كنا صغار يقولوا لنا انت برنسس وانت تكبري ومني لا برنسس ولا برنس. هالحياه كمان هالتمرين صغير، مش انت لانك قررت تكون منيحه اللي بوجهك رح يجاوبك نفس الشيء. فكثير بحترمه وكثير بقدره، وكثير اول شيء عم بتطلع بسم الله اسامي الله على جمالك، لانه اصلا رجال حلو. وليك شو عملت من قصتك اليوم يعني؟ يعني التنمر خلاني اكون الانسان اللي انا هلا بدي اكونه. كذلك في كثير عالم انا طلعت ما نطرت لحتى اصير بطل عالم، لحتى اطلع وصل رسالتي للعالم انه التنمر يعني بدنا نتجاهله. اذا عملنا ماستر للايموشنز تبعنا بيمشي الحال. وشو بتقول للمتنمرين؟ ضعف. المتنمر هو الشخص الضعيف؟ ضعيف. عم يعني ضعيف عاطفيا، يعني ضعيف بكل شيء، ناقص. شي مرة أنت تنمرت؟ لا. لأنه وقت أشوف مثلا صبي ناصح، ولد ناصح مثلا، بحس فيه يعني بشوف حالي فيه. بذكرك مثلا بيجون عنا على النادي عالم ناصحه اكيد، بشوف حالي فيهم انه مش يعني هول مثلي كانوا، هول انا بدي اغير لهم حياتهم، هول انا بدي اكون قدوه لهم، بدي اكون قدوه لكثير عالم. المشهور باميلا بيتعرض للتنمر. ايه طبعا طبعا، وخاصة بالمراحل الأولى قبل ما يفهموا شو رسالتك أو أنت مين وشو جاية تعملي. يعني عم بتذكر هلأ هيك عم فوت فيه مزبوط، وعم بتذكر الإنستغرام تنقول أول ما بلش الإنستغرام ودي آم وبيبعتولك رسالة خاصة، يعني مين ما كان هيدي ما كانت يعني كانت سابقة. قد ما تعودت اسمع اقرأ مثلا أنت أفشل وحدة، أنت مفكرة حالك شيء، أنت كتير كلمات هيك، صرت ما صدق الكلمة. مثل ما إذا حدا قال لي باميلا أنت ممثلة ما في غيرك، أنت نمبر وان، أنت أحلى شيء، ما صدقه كمان. صرت أنا أقرر الكلمة اللي عم تجيني إذا أزيتني. أنت بتغربلي، أنت بتغربلي إذا هيدا يعني إذا أزيتني يعني أنا في شيء غلط. هو ما هو في قال لي شو ما بده اللي بوجهي، في قال لي أنت عاطلة. إذا أنا عن جد ما كنت عاطلة ليه بدي أزعل؟ بدي اشوف انه المتنمر هو كان حدا عم بيتنمر عليه، ام عطيك اياها ذاتس ات، مشان هيك هو ضعيف الشخصيه المتنمر. حلو، حلوه هالرساله من انسانه مشهوره ومشهور كمان وناجح من جواد وباميلا. كلنا بنشبه بعض أكيد. انا وباميلا وانت كلنا واحد، كلنا مهم نواجه، ما نتدمر، ما نستسلم، ما نتراجع. ومننهيها بجملة قلتي لي إياها بآخر مقابلة عملتيها عملناها، قلتي لي الحب هو القوة. الحب قوة، والحب الحب، والبادي أجمل. مش العين بالعين. عندي رسالة كمان للولاد، في عالم كتير بتتنمر على عيون للولاد، فبرأيي يحكوا حدا من هن وصغار، لأنه على مرور الوقت ما عادش بيلاقوا حدا، أو مثلا ما عادش بيقدروا يحكوا لحدا، ما عادش بحسوا انه بدهم ينتقدون اللي بيحكون، فيحكوا حدا مين من كان اكيد، حتى لو دكتور نفسي، المهم يكون في حدا ينحكى معه.